بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية طلاب الصف السادس. معكم الشروق عارف من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. إن شاء الله يا مس اليوم بدنا نحكي عن درسنا الثاني واللي هو مساحة متوازي الأضلاع. الكل يكون مركز ومنتبه معي، درس سهل جدا جدا يا سادس. بالبداية يا مس، متوازي الأضلاع حكينا عنه، طبعا أنا عمالني بذكر فيكم بمعلومات سابقة أخذناها بدرس المضلعات الرباعية. حكينا متوازي الأضلاع هو عبارة عن شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان، يسمى أحد الأضلاع. تتذكروا حكيت لكم نسمي أحد الأضلاع القاعدة زي ما إحنا شايفين عندي هنا يا مس، وتسمى المسافة العمودية بين القاعدة والضلع المقابل لها بالارتفاع. حكينا أحد الأضلاع بنسميه قاعدة زي ما إحنا شايفين، والمسافة ما بين هاي القاعدة والضلع المقابل لها بنسميه الارتفاع. عندي بعض خصائص متوازي الأضلاع اللي هي مهمة جدا جدا جدا، ما ننساها نهائيا يا سادس. كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول، كل زاويتين متقابلتين لهما نفس القياس، وكل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180. هذا حكينا عنه كثير، وهون برضه راح يفيدنا بمتوازي الأضلاع. بالبداية خلينا يا مس بدنا نستنتج قانون مساحة متوازي الأضلاع، يعني من وين أجا قانون مساحة متوازي الأضلاع. انتبهوا وركزوا كثير منيح الحكي اللي بدي أحكيه، تمام؟ شايفين أمامكم مستطيل له طول وإله عرض. لاحظوا القطعة المستقيم الطويل هي الطول اللي هي الأفقية، والقطعة العمودية هي العرض. بس قانون مساحة متوازي الأضلاع رح نستنتجه من قانون مساحة المستطيل، فانتبهوا كيف بدي أستنتجه. لو جيت يا مس يا محمد البري، أنت مرة سألتني سؤال عن متوازي الأضلاع بالنسبة لخطوط التماثل، حكيت لك أرسمه على ورقة جانبية وشوف كم عدد خطوط التماثل، واكتشفت إنه ما إله خطوط تماثل. طب نفس الرسمة اللي أنت رسمتها، لو جيت يا مس ميلت الرسم شوي، لو جيت ميلت الرسمة شوي، فرح تلاحظ إنه رح يتكون عندك مستطيل. لو جيت ميلت الرسمة قليلا يا مس هيك شوية، رح تلاحظ إنه رح يتكون معك مستطيل، رح تلاحظ إنه رح يتكون معك مستطيل، هو هذا المستطيل اللي إحنا شايفينه. أرجع كمان مرة، أرجع كمان مرة يا مس، تمام؟ في عندك هذا يا مس شكل متوازي الأضلاع، شكل متوازي الأضلاع. لو أنت ميلت شوية يا مس هيك بنفس الورقة اللي أنت رسمت الرسمة وبعثت لي وشفتها، لو أنت ميلتها يا مس شوي رح تلاحظ، شايف الضلع هذا اللي طلع معي؟ رح تلاحظ إنه الشكل اللي عندي رح يصير عبارة عن مستطيل، هي الشكل شايفينه؟ رح يصير عبارة عن مستطيل، رح يصير عبارة عن مستطيل. فلو جيت سألتك يا مس محمد البري السؤال التالي، مساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض، مساحة المستطيل هي عبارة عن الطول ضرب العرض. احنا حكينا بدنا نستنتج قانون مساحة متوازي الأضلاع من مساحة المستطيل. مساحة متوازي الأضلاع تساوي الطول، الطول يا مس عندك هون، خلينا بس نشوف لون ثاني، تمام. الطول عندك بالمستطيل صار يقابل مين في متوازي الأضلاع؟ ممتاز، يقابل القاعدة، يقابل القاعدة، معناته الطول منشيلها يا مس وبنحط مكانها طول القاعدة. طب العرض هون يا مس بالمستطيل اللي هي القطعة العمودية تقابل مين بالطرف الثاني؟ ممتاز، بيحكي لنا تقابل الارتفاع، تقابل الارتفاع، معناته الطول في المستطيل يقابل طول القاعدة في مساحة متوازي الأضلاع، والعرض يقابل الارتفاع في متوازي الأضلاع. معناته قانوننا اللي هو قانون مساحة متوازي الأضلاع هو طول القاعدة ضرب الارتفاع، طول القاعدة ضرب الارتفاع. ما ننسى أن الارتفاع هو المسافة، الارتفاع هو المسافة ما بين القاعدة والضلع المقابل لها، المسافة ما بين القاعدة والضلع المقابل لها، تمام. خلينا يا مس هسا نشوف المثال التالي. بحكي لك في الشكل المجاور متوازي أضلاع طول قاعدة تعطت طول القاعدة 8 سم والارتفاع 4 سم بده المساحة. معناته يا مس يا أشرف طالب منك مساحة متوازي الأضلاع، شو قانون مساحة متوازي الأضلاع؟ ممتاز، بحكي لنا طول القاعدة ضرب الارتفاع
بس انتبهوا الارتفاع هو عبارة عن خط عمودي يعني بيصنعني زاوية 90 درجة. مساحة متوازي الأضلاع بنعوض مكان طول القاعدة ممتاز 8 ومكان الارتفاع بعوض 4. فبحكي 8 ضرب 4 ممتاز 32. بس انتبهوا دائما أي مساحة بالمتر يعني وحدتها تربيع، فبحكي سنتيمتر مربع. ليش؟ ضربت سنتيمتر ضرب سنتيمتر فصارت معي سنتيمتر مربع، يعني السنتيمتر تكررت مرتين، السنتيمتر تكررت مرتين. انتبهوا المحيط لو كان في محيط بحط سنتيمتر لحالها، بينما مساحة سنتيمتر مربع. تمام؟ نيجي لسؤال واحد بالكتاب اللي هو صفحة 53، بيحكي لنا في الشكل المجاور متوازي أضلاع طول قاعدته يسار 12 سنتي وارتفاعه 7 سنتي، ما مساحته؟ شو قانون مساحة متوازي الأضلاع؟ بس هسه خلص كل أسئلتنا مساحة متوازي الأضلاع ممتازة. تحكي لنا هي مكتوب بالأعلى طول القاعدة ضرب الارتفاع، شو بدك تعوضي مكان طول القاعدة؟ ممتازة 17 ومكان الارتفاع 7، فبدك تضرب 7 ضرب 17 كم بيطلع معاكي؟ رائعة اللي هو 119. وانتبهوا لأنها مساحة سنتيمتر مربع، سنتيمتر مربع. ممتاز يا مس يا سارة. طيب ننتقل للمثال التالي يا ميرا، متوازي أضلاع. انتبهوا هون شو حكالك، حكالك هنا مساحته 276 سنتيمتر مربع وطول قاعدته 23 سنتيمتر، جد ارتفاع. مس هنا بلش يتلاعب بالسؤال، بلش يتلاعب بالسؤال، صار يعطيني أحد المعطيات الأساسية اللي هي طول القاعدة والارتفاع تكون مجهولة. تمام؟ ولا انخاف نهائيا يا سادس، طول ما أنا عارفة يا ميرا قانون مساحة متوازي الأضلاع على طول بعوض فيه. تمام؟ شو مساحة متوازي الأضلاع؟ رائعة، بتحكي لنا طول القاعدة ضرب الارتفاع، طول القاعدة ضرب الارتفاع. شو أعطاكي هون؟ ممتاز، تحكي لنا أعطاني المساحة 276 وأعطاني طول القاعدة 23 والارتفاع ما أعطاني ما بعرفه، والارتفاع ما أعطاني ما بعرفه. تمام؟ يعني يا إما بخليها الارتفاع زي ما هي أو بحط مكانها سين، يعني بإمكاني إنه أستبدلها بسين. طيب يا مسسة كيف بدي أوجد قيمة سين يا ميرا؟ رائعة، تحكي لنا 23 ضرب الارتفاع، في عندي عملية ضرب، فبقسم على 23. خليني بس يا مس هنا أضبطها قليلا. تمام، بدي أقسم على 23 للطرفين، بدي أقسم على 23 للطرفين، فأي عدد تقسيم نفسه واحد، فالارتفاع شو يساوي معاكي؟ ممتاز، تحكي لنا الارتفاع عبارة عن 276 تقسيم 23، فبيطلع معي الارتفاع 12 سنتي، بيطلع معي الارتفاع 12 سنتي. انتبهوا هون ما طلب بده مساحة المتوازي عشان احكي سنتيمتر مربع، هون طلب الارتفاع، طول ما طلب الارتفاع او طول القاعدة لحالها بحط سنتيمتر. تمام؟ طيب خلينا ننتقل لتطبيق من خلال سؤال 2 صفحة 53. متوازي أضلاع اعطاني مساحته 48 سنتيمتر مربع يلا يا راشد، وارتفاعه 6 متر، بده طول القاعدة. شو بنعمل؟ ممتاز، بحكي لنا أول شيء بحط قانون مساحة متوازي الأضلاع طول القاعدة بالارتفاع. كم أعطاك المساحة؟ ممتاز، أعطى المساحة 48، طول القاعدة مجهولة ما بنعرفها، ضرب الارتفاع واللي هي 6. شو بدنا نعمل هسا؟ رائع، بحكي لنا صارت عندي على شكل معادلة، بدي أتخلص من 6 فبقسم الطرفين على 6، بقسم الطرفين على 6، أي عدد مقسوم على نفسه 1 بضل معي 48 تقسيم 6. ممتاز، تعطيني 8، معناته طول القاعدة معي هنا 8، طول القاعدة عندي هون 8. ممتاز يا مس يا راشد، يعطيك العافية. طيب خلينا يا سادس هسا نشوف المثال التالي، مثال مهم جدا 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 الكل يركز وينتبه فيه. يلا يا أمين، قطعة أرض على شكل متوازي أضلاع طول قاعدتها 20 متر وارتفاعها 12، فإذا كان ثمن المتر المربع الواحد 50، فجد ثمن قطعة الأرض. بس بده ثمن قطعة الأرض، ثمن قطعة الأرض. فانتبهوا يا مس هنا كيف بدنا نحل السؤال التالي. تمام؟ هي مس قطعة الأرض، هي أنا رسمت لكم شكل قطعة الأرض، هي طول القاعدة 20 والارتفاع والمسافة ما بين القاعدة والضلع المقابل لها 12 متر. أول شيء لازم أوجد قانون مساحة متوازي الأضلاع اللي هو طول القاعدة في الارتفاع. ممتاز يا أمين، بعوض مكان طول القاعدة رائع 20 ومكان الارتفاع بعوض 12،
فبحكي 12 ضرب 20. ممتاز، بس انتبهوا الصفر بينزل و2 ضرب 12 24، فبصير معي 240 متر مربع. ممتاز، لانها مساحه فمتر مربع. بيحكي لنا اذا كانت تكلفه المتر المربع 50 دينار، بده ثمن قطعه الارض كامله، بده ثمن قطعه الارض كامله. ثمن قطعه الارض، بس انتبهوا انا بالحصه الماضيه حكيت لكم لو جاب لكم تكلفه السياج، من السياج يعني بده يعمل احاطه، بده يعمل احاطه، فانا بضطر اوجد محيط الشكل اللي هو بيعطيني اياه. هون بده ثمن قطعه الارض كامله، ما جاب سيره المحيط ولا جاب سيره السياج ولا طول السياج، بده ثمن قطعه الارض كامله. معناته ثمن قطعه الارض هي مساحه الارض ضرب 7 متر واحد. فرقه ما بين المحيط ضرب تكلفة المتر الواحد وما بين المساحة ضرب ثمن المتر الواحد، تمام؟ مساحة الأرض اللي احنا طلعناها 240 ضرب ثمن المتر الواحد 50، طبعا الأصفار بينزلوا زي ما هم، وبحكي 5 ضرب 24 فبتطلع معي تطلع معي الجواب 12000 دينار. أرجع وأنبه إذا أعطاني أحيطت بسياج بده مع تكلفة هذا السياج، فبحكي عبارة عن محيط الأرض اللي عطاني هضر 8 متر الواحد. هنا ما جاب لي لا سيرة الإحاطة ولا السياج ولا أي شيء، حكى لي جد ثمن قطعة الأرض، فمباشرة بحكي المساحة ضرب 8 المتر المربع الواحد. يعطيك ألف عافية يا أمين. طيب تمام يا مس، خلينا هسه يا سادس ننتقل لسؤال 5 صفحة 55، هي أسئلة التمارين ومسائل. بيحكي لنا يا مس يراد تبليط أرضية صال على شكل متوازي أضلاع، طولها يا جنى 24 متر وارتفاعها 16 متر. هاي المعطيات أعطاني طول اللي هو طول الأرضية على شكل متوازي أضلاع، طولها 24 متر وارتفاعها 16 متر. فإذا كانت تكلفة تبليط المتر الواحد 15 دينار، فكم دينار تبلغ تكلفة تبليطها؟ بس هنا جاب لي سيرة الإحاطة أو السياج أو طول السياج، ما جاب. معناته تكلفة التبليط رح تكون مساحة هاي الأرضية ضرب 8 متر الواحد. 8 متر الواحد معي، بس ضل بدي مساحة الأرضية، فشو بنعمل يا جنى؟ ممتازة. تحكي لنا طبعا هاي الشكل انا رسمت لكم اياه يا مس، هاي طول القاعد 24. دائما تخيل الشكل يا مس يا حمزه بيسهل علي عمليه الحل. طول القاعد 24 والارتفاع 16. بدنا قانون هسه مين؟ ممتاز، مساحه متوازي الاضلاع اللي هو طول القاعد ضرب الارتفاع. كم اعطاك طول القاعده؟ ممتازه. تحكي لنا طول القاعد 24 ضرب الارتفاع 16، تضربهم في بعض جنى فبيطلع معها 384 متر مربع لانها مساحه، تمام؟ نيجي لتكلفة التبليط، حكينا مساحة الأرض ضرب ثمن المتر المربع الواحد. المساحة أنت طلعتيها يا جنى اللي هي 384 ضرب تكلفة المتر الواحد أعطاني إياها 15. نضربهم على ورقة جانبية فبيطلع معاها يا مس الجواب أو تكلفة تبليط الأرضية كاملة 5760 دينار. ممتازة يا مس يا جنى، يعطيكي ألف عافية. طبعا بهيك يا سادس بتكون انتهت حصتنا. في عندكم واجب اللي هو اسئله تمارين ومسائل صفحه 55، سؤال واحد. انتبهوا للاسئله اللي انا طلبتها، سؤال واحد واثنين وثلاثه. سادس دائما الواجب معانا لتاني يوم للساعه 10 الصبح، وبعدها لن استقبل اي اجابه، تمام؟ تبعتوا لي جميع اجاباتكم على الخاص، ويعطيكم الف